بدأت الأسبوع اللي فات قصص سجينات الفقر ومعاناتهم ومأساة الفقيرات اللي دخلوا السجن عشان خاطر قروض بسيطة لحل أزمة أو مواجهة مرض. قصص بالفعل تقطع القلب، لأن الستات دول مش مجرمات ولا اعتدوا على حد. كل اللي عملوه إن هم عاوزين يعيشوا حياة كريمة، هم وولادهم. تعالوا نشوف قصص جديدة لسجينات الفقر، وإحنا بنكمل مشوارنا اللي بدأناه مع صدقة الغارمين لتحرير السجينات مع فاعل خير ومع جمعية واحد من الناس. تعالوا نشوف حكايات جديدة من داخل سجن القناطر للناس. بعض النماذج النهارده هقدم لكم نماذج اخرى لسيدات فضلوات غلبة لا حول لهم ولا قوة، ظروف هي اللي دفعتهم ان هم يخشوا السجن عشان ضمنوا بناتهم عشان يجهزوهم ويجيبوا لهم العفش اللي صرفت 1000 و2000 وفي الاخر دفعت الثمن من حريتها. البنت اتجوزت وهي دخلت السجن. تعالوا نشوف حكايات جديدة لسجينات الفقر. عزيزة عليها 4 سنين دخلت السجن نتيجة انها كانت سالفة فلوس عشان تشتري عربية، ونسمع منها الحكاية. ازيك ست عزيزة؟ الله يسلمك. انت حكايتك ايه بقى؟ قولي. ان شاء الله كل خير. انت منين اولا؟ احنا من اهم بلد اسمها اهم. كنا جبنا عربية. كم سنة حضرتك؟ انا عندي 58 سنة. عندك اولاد؟ يعني ماشية في 59 مرة. عندك اولاد؟ عندي ثلاثة. ثلاث اولاد؟ اعمارهم قد ايه؟ اللهم صل على حضرتنا. الكبير عنده 35 سنة بس قبل رب كريم يعني، وعندي الثاني عنده 30 سنة، والبنت عندها 31، والبنت عندها 30. 30 سنة. وجوزك بيشتغل ايه؟ كان سواق عليها وبعدين عملت حادثة يعني، وهو تعب فكان في المستشفى يعني، والعربية حجزوها. احكي لي بقى ايه حكايتك انت بقى ودخلت السجن ليه؟ اللهم صل على حضرة النبي. دخلت علشان كانوا ولادي شغالين يعني عند الناس وكده، عشان تبعين على عربيات، فقالوا بدل ما نتعب مع عند الناس نجيب حتة عربية نشتغل عليها ونقوي والسد هي ايه يعني، نشتغل عليها والسد فلوسها. عربية يعني. ايه؟ تاكسي؟ عربية لا، عربية نقل. فجابوها وسدوا نص حقها، راحوا اشتروها من الراجل اللي هو اداها لهم ده، واداهم اللهم صل على حضرة، هي كانت ب90، فادوا له 45 اقساط كده كل شهر 3000 جنيه، ووقفوا قال لهم هديكم ال 45 دول ب90000. راحوا واخدين منه، قعدوا يسدوا لحد ما تم نص حق العربيه ال 45 اللي هم ايه المفروض ان هم يدفعوهم يعني. دفعوهم ووقفنا عند الايه نص الثاني عشان العربيه عملت حادثتين ورا بعض، وجوزي انا تعب يعني وتركها في المستشفى، وولادي تعبوا الاخرين. وبعدين؟ وبعدين اشتكونينا بقى وجابونا. طب وانت مالك؟ ما انا كنت انا اللي ماضيه وانا وولادي الاثنين وجوزي يعني، مضنا كلنا يعني. وبعدين؟
بس وجيت استجنت كده. خدتي كام سنة هنا؟ 4 سنين و3 شهور. والبيع كام؟ مبلغ كام البيع عليك؟ هو بيقول فاضل لي كمان 45. 45 فهم بيقولوا يعني تقلي عشان انت مش ليك ال 45 الخط الاصلي اللي ال 45 دول فايده ولا 50؟ ايوه فايدة. كده صح، يعني انتوا سددتوا ثمن العربيه خلاص. أيوة. الباقي بقى هو الفايده اللي هي عايزه اخدها. اللي هو قال لهم انا هديهم 45 وده ب 90. طب ما سامحش شويه، ما نزلش شويه عشان خاطر في الفايده؟ بيسامح كل ربنا. لا والله ما. طب وولادك اخبارهم ايه؟ بيقول لك انا في السجن؟ بنتي اللي بتجيني. العيال؟ هم ماضيين معايا. قربانين يعني؟ خايفين يعني. خايفين يجي عليهم حكايه. حتى الشقه اللي كانت حول الله يا رب عندنا حيلتنا يعني باعوها يا عيني وتشردوا. تعبوا وتشردوا. غير ولاد ابني يوتا ما سايباهم برضو، بنتين برضو سايبينهم يا عيني. لا ما بيجينيش يعني، بيجي قليل كده نوبا لما بيجي، لانه عنده 65 سنه يعني برضو حالته ما تسمحش. وعنده العمود الفقري عامل فيه عمليتين وكده. بس انت نفسك في ايه؟ نفسي اروح، نفسي اشوف ولادي، نفسي اشوفهم يعني. لو عيني تتقلع من عيني واشوف ابني التاني ولاد ابني يا ريت يكون افضل يكون احسن لي. والعربيه دلوقتي اخبارها ايه؟ فين بقى؟ العربيه اتحجزت، خدوها منهم في بلد مش عارفه اسمها ايه كده، هم رايحين على اسكندريه. خدوها، عملت حادثه يعني وخدوها. ربنا يا رب ان شاء الله يفك الكرب ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. يا رب يا اطلب من الله ان شاء الله ثم من حضرتك باذن من الجميع الله. يا رب يا رب يا رب, يا رب يفكها علينا. صباح دخلت السجن نتيجة انها استلفت 6000 جنيه عشان تجهز بنتها. وقصتها الحقيقة يعني قصة صعبة، لان هي دخلت هي وبنتها، وهي بنتها كانت ضمناها، وبعدين بنتها خرجت وهي لسه محبوسة. ونسمع منها الحكاية. ازيك يا صباح؟ سلمك يا استاذ. ايه بقى حكايتك ايه من اولها كده؟ حكايتي اللي انا مطلقة من 10 سنين، وجوزت ذنبي اللي انا جوزت سترت بنتين وجبت لهم حاجات بالقسط من شركة الشيماء، هو واخواته عاملين، كنت مضيني على 72 وصل، وعيالي 72 وصل، بيحبسوا بيشتكون انا وعيالي. انت خدت حاجات بكام؟ انا واخده 3 حاجات. ايه؟ تلفزيون وغساله وبوتجاز لعيالي. هم دول اللي انا واخده. تلفزيون وغساله وبوتجاز وتمضي 72 وصل؟ ما هو هو قال لي ما كانش قدامي غير كده. طب الوصل مكتوب فيه كام؟ الوصل مش عارفه ده. بتمضي كده على طول؟ ما وصمني على بياض. على بياض. وبعدين اللي حصل؟ وبعدين اهو بقى لي 8 سنين في اللي انا فيه دوت. يشتكيني بوصلنا انا وعيالي، ولاد الحلال يلموا ويدفعوا لي، واتفاجئ ان ولاد الحكومه جايه واخدانا انا وعيالي. ومن ضمنهم صاحب البيت من ضمن اللي انا فيه دوت، اما الحكومه بتيجي تاخدني كل شويه عامل لي كمان قضيه طرد. قال لي عشان خاطر كنت كل شو ما فيش شهر والحكومه تيجي تاخدك. انت اوضاعك، انت متجوزه؟ انا متطلقه بقى لي 10 سنين. طيب عايشه انت ومين؟ بتصرفي على مين يعني؟ انا وعيالي. كم عيل عندك؟ معايا بنتين وولد. البنتين دول خلاص اتجوزوا؟ اتجوزوا وادي اهو من ساعه ما اتجوزوا، واللي هم فيه حتى رجالتهم مطلقهم بسبب اللي انا فيه دوت، عشان هم اتفاجئوا، اللي هم يعني رجالتهم اتفاجئت اللي انا مضيهم يعني. واحدة اللي هم ده انت قلت لي في واحده منهم كانت محبوسه معاك هنا؟ لسه خارجه من شهر 12. طب اللي محبوسه معاك ليه؟ هو ما هو اشتكانا انا وهي. يعني انت عشان تاخدوا الحاجه انت بتمضي ايصالات يعني وبصم بنتك برضو؟ يعني بيقول ضم يعني شاري وضم. شاري وضم. هي كانت ضامن ما كانت شاري؟ لا انا اللي يعني اعتبر انا اللي واخده، وهي بنتي اللي ضمناني. هي خرجت وانت لسه؟ خرج ولاد الحلال عشان معاه عيل، عيل عنده 1.5 سنة، وعيلة عندها 4 سنين، وعيلة عندها 6 سنين طلعوها. لسه خارجة أول 12. أول 12؟ كنت أنا وهي. عيلة عندها 25 سنة. والمبلغ اللي عليك كام دلوقتي؟ أنا؟ هنا 6000 جنيه. 6000؟ وأقل من كده والله والله والله. ما تعرفيش أنت عليك كام؟ ها؟ ما تعرفيش ولا والله بقى. اقل من كده والله العظيم، اقل من كده، لان انا كل المبلغ ما كانش يكمل. ولاد الحلال لموا ودفعوا لبنتي، ويعني المفروض يعني اللي انا كان يتنازل لي انا وهي،
بناتك بيجوا يزوروكي بعد ما خرجت بنتك بيزوروكي هنا؟ ما ظروفهم صعب يعني، واحده جوزها طلقها والتانيه جوزها محبوس، ظروفهم صعب. وكان ابني كان بيجيني وحصل له، كان راح ساعه ماتش الاهلي حصل له حادثه، كسروا له رجله وجايبينه في الجورنال. من ساعتها ما جاليش. ماتش بورسعيد، بورسعيد اه كانوا هيموتوه بورسعيد. طيب ربنا كريم ان شاء الله، يا رب بحق جهنم يعني، وان شاء الله كده يعني يا رب، انك انت يعني يفك الكرب ان شاء الله، يا رب بحق جهنم ان شاء الله، يا رب بحق جهنم ويكفكوا شر المرض ويكفكوا كل حاجه وحشه. بس انا عامله عشان خاطر بنتين معاهم ثلاث اربع عيال صغيرين، وخايفه لحسن صاحب البيت والنبي يكرشهم بسبب انا والنبي، يكفكوا شر المرض ان شاء الله. اشكرك جدا. ست عزة ابراهيم عليها 10,000 جنيه واخده 8 سنين سجن عشان تجهز بنات جوزها، ونسمع منها الحكايه. ازيك ست عزة؟ الله يسلمك يا باشا. منين؟ انا من الشرقيه. منين من الشرقيه؟ من ابو حميد. وجوزك بيشتغل ايه؟ سواق. عندك عيال؟ عندي بنتين. عندهم قد ايه؟ لسه صغيرين، واحده في ثالثه ابتدائي واحده في رابعه. امال جوزك ايه، عنده بنات؟ اه عنده عيال من واحدة تانية. عندهم قد ايه؟ اتنين اتجوزوا ولسه اتنين. اه بيشتغلي ايه؟ ما فيش حاجة. امال ايه اللي حصل بقى، احكي لي. ما هو احنا من زمان ما جوزنا البنتين اللي هما بنتين، وهو وجبنا جهاز بالجستون اتحبست. جبت لهم ايه؟ الجهاز كله، تلاجة وتجهيز وغسالة ومفايش والحاجات دي. جبتيهم من ايه؟ من عندنا، من ناس من عندنا. وبعدين؟ حاجات بكام تقريبا كان؟ والله يا ما اعرف، انا مش كنت يعني مش كان عندي يعني خلفيه بكده يعني، ف هو اللي كان عارف كل حاجه والاخر سابنا ومش هو جوزك؟ مش عنه حاجه. طب انت حبست ليه؟ انت ده بناته اللي بيتجوزوا ولا انت ضامنه؟ انا ضامنه. ضامنه؟ اه. هو اتحبس؟ لا تطفش. تطفش وانت اتحبست؟ والبنات اتجوزوا؟ عليك مبلغ كام؟ 10,000. 10,000 جنيه؟ ما سددتش منهم ولا مليم؟ واخدها كام سنة سكة؟ سبعة. سبع سنين. بقالك هنا قد ايه؟ بقالي 3 سنين ونص. اه. هم كانوا في الأول 15 وشالوا 8 وباقي 7. برضه أهل الخير برضه ساعدوني وشالوا عني الحكاية يعني 7 سنين دول. حد بيجي لك هنا من ولاد جوزك؟ لا، محدش بيجينا خالص. ليه؟ انا قاعد بقى كله قاعد، اهلي كله قاعد، كله قاعد. طب بناتك انت عايشه مع مين؟ مع اهلي. مين بيصرف عليه؟ اهلي برضه، مفيش حد غير اهلي. انت ندمانه انك انت ضمنتي ولاد جوزك؟ طبعا ندمانه، مش ندمانه، ندمانه برميتي وعييت هنا وشفت المرض اللي عمري ما شفته، ولا عجنس ده، عجني كل الامراض دي، الافتاق والمراره والقلب، واخر حاجه جاني فيروس من اسبوع كده لسه عارفه بيه. بس انت نفسك في ايه؟ نفسي اروح واشوف عيالي، عيالي الصغيرين، ما همش ذنب. مش بيقول لك عيالك انا الاهلي والعيال بشوفهم من يوم ما اتحبست. أمي عميتي بسببي، ما عادتش بتشوف، حاجات كتيرة حصلت، وعيالنا فلاحين، صعب إن حياتي تتحبس. سجن ظلم طبعا. هو ما حاولش حتى يكلمك يقول لك؟ هو غلبان، ما معهوش هيعمل ايه، ما غصب عنه برضه، هو غلبان يعني، ما معهوش هيعمل ايه. طب وبنات اللي انت جهزتيهم دول مش جوازهم يسدوا حتى حاجه؟ مش جوازهم، هم عارفيننا اساسا، هم اصلا مش عارفين نهايته، هم اساسا مش عارفين عنه حاجه. تحب تبعتي رساله لاولادك؟ اه نفسي اشوفهم. كلميهم الكاميرا، يقول لهم عايزه تقول لهم ايه؟ والله نفسي اشوفهم. اسمهم ايه وايه؟ امينه وعلاء. عايز تقول لهم ايه؟ امينه وعلاء يسامحوا
ومن سامح وكل سامح. بس اللي انا عايزاه بس تسامحني ما بتسامحش. بتدعي ربنا باللي تقولي له طالبه ايه؟ طالبه الفرج من عنده يجعلني مخرج المعروف للكلام وارجع لعيالي تاني اخدهم في حقهم اعوضهم بالسنان اللي نسيتهم وما لسه محتاجه ليه. مش عايزه غير كده من الدنيا دي كليه احضر لهم لا بيوم ولا اي حاجه تانيه. الحمد لله كل شيء ربنا كريم يعز ان شاء الله ويفك اسرك يا رب ان شاء الله. قريب نشوفك كده مع اولادك ان شاء الله باذن الله. يا رب قول يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. الحمد لله الحمد لله كل الشكر ربنا كويس. ست عزيز عندها 58 سنه وعليها 8000 جنيه ونسمع منها حكايه. ازيك ست عزيز؟ كان الله يسلمك. انت منين؟ من تقالي بي. حكايتك ايه بقى؟ كان عندي عندي ثلاث بنات والاولانيه كنت بجهزها. يعني ثلاث بنات بس؟ ولد. جوزك بيشتغل ايه؟ كان بيبيع فاكهه. فاكهه؟ بس ضامن في نفس الاوضه اللي انا فيها ده وكان هربان واتمسك. بقاله 6 شهور. وانت كنت بتشتغلي ايه؟ معايا كنا بنبيع شويه خضار. شويه خضار، بعدين عندك ثلاث بنات عايزه تجهزيهم. عاوزه اجهزهم. احكي لي بقى ايه اللي حصل. فجم في عربيات كانوا بيجوا يلفوا كده الشيماء والدوليه، فانا اخدت لهم تلاجه. العربيات دي بتلف في الشوارع؟ كان بيلف عندنا في البلد. بيقولوا اللي إيه؟ عاوز من غير مقدمه ياخد الحاجه وكل شهر يدفع اللي معايا. تمام، وبعدين؟ فانا جبت البنت تلاجه وبوتاجاز. تلاجه وبوتاجاز؟ وجبت مطبخ وتلاجه من الدوليه برضه. تمام. للبنتين يعني زي. قطعوا كام كلهم الحاجات دي؟ قطعوا بتاعي 7000 جنيه. 7000 جنيه. ودفعت ومضيتي كام ايصال؟ 36 شيل. كل واحد بكام؟ انا 36 وجوزي 36 على بياض. على بياض؟ وفي حد عندي على بياض برضه؟ معلش انا مش بيعرف اقرا ولا اكتب ولا حاجه. وبعدين؟ وانا كان كل منايا ان انا عاوزه اجهزهم عشان احنا يعني حالتنا ما تسمحش بكده. وبعدين؟ بس. خدت حاجات ب 7000 جنيه. وبعدين؟ وبعدين كنا بنسد كل شويه نلاقي بقى محاميين شكله كده وبيشتكونا بقى، نروح ندفع 2000 جنيه 1000 جنيه ويدونا ايه؟ مخالصه ويخلصوني بالقبض، يرجعوا يشتكوني تاني. بالايصالات اللي عندهم؟ بالايصالات التانيه وبالشكايه وبالسور. وبعدين؟ بس ففوجئت ان انا محكوم عليا ب 12 سنه. جيت جابوني هنا ونزلت جلس وخفضوا لي طلبة الرأفة وكده فادوني يعني 6 سنين وثلاث شهور. 6 سنين وبقالك هنا في السجن قد ايه؟ بقالي 3 سنين كوامل و15 يوم. وبقالي 3 سنين كمان. وجوزك محبوس؟ في الغربية. في الغربية. بس مش حدش يعني ما بيروحوش وكده. والبنات اتجوزوا؟ في 2 اتجوزوا وانا هنا يعني ولاد الحلال برضه جايزهم وكده في رمضان. والكبيرة اللي انا بوسعها وانا بره، والعيل بقى عند اخته دي شويه عند الجيران شويه يا رب عنده 13 سنه. 13 سنه. وطلع من المدرسه. انت كل المبلغ اللي عليكي دلوقتي كام؟ كل اللي عليا يعني هم بقى طالبين دلوقتي 10 اللي هم الشركه دي. وواحد في العباره اللي احنا كنا بنجيب منه الخضار علينا له بقى 3000 جنيه، طالبهم 5. كل ده غير اللي انت سددتيه؟ ده غير اللي انا اتحبست وغير اللي ولاد الحلال خلصوا لي برضك في رمضان. يعني المبلغ كله كام اللي عليك؟ يعني اللي عليا دلوقتي 15. 15 اللي هو بتاع الخلوص بقى من بق الناس. ده يعني بعد الفوائد يعني الحاجات دي ده كله ولا ايه؟ لا هم حاطين بقى فوائد، حتى بتاع السوق الاخر يعني له 3000 جنيه طالب 5000 جنيه. نفسك في ايه بقى؟ عايز ايه؟ نفسي ان انا اخرج لابني واخرج عشان انا عندي الكبد والسكر وتعبانه خالص، يعني ربنا هو وحده هو اللي يعلم بيه. نفسي اخرج لابني اللي هو الوحيد اللي بره ده. بس هل السجن يساوي انك انت تروحي تستلفي عشان او تاخدي حاجات زي كده؟ لا، تاني عمري لو هلحس البلاط كده على اللي انا شفته عمري ما اعمل حاجه غلط تاني. هي دي كانت غلطه حياتي. ولا انت سعيده انك انت سطرتي ولادك او بناتك او ستيهم؟ انا سعيده وندمانه في نفس الوقت على اللي انا فيه، وبندم اكتر لما بيكون تعبان، يعني انا كل يوم الباب بيتفتح لي يبلغوا لي عشان بتعب على طول، يعني الكبد بقى برجع دم على طول.
ألف سلام عليك. ربنا يقدرنا ونقوم باللازم تخرج لهم إن شاء الله بالسلامة. إن شاء الله خير يا رب. قول يا رب. فيكم شر طريق. كريمة عندها 38 سنة واخدة 8 سنين ونسمع منها الحكاية. حكايتك ايه يا كريمة؟ أنا كنت كان معايا أربع عيال، معايا تلاتة أبوهم متوفي ومعايا اتنين تاني يعني أبوهم مطلقني. فكان معايا منهم عيل كان تعبان، كان عيان يعني قوي. كان عنده ايه؟ كان عنده ورم في دماغه. وبعدين؟ بقيت عمالة أجيب في حاجات وأبيعها بالقسط عشان أعرف إن أنا أعالجه وأعرف إن أنا أكل اللي معايا. مفيش حد معايا. أنا معرفش يا ست بقى يشتكوني بقى ويزودوا بالاكتر، يعني كانوا بيدوني الحاجه رخيصه وانا ابيعها برضو ارخص منها وهم يزودوا عليا بالاكتر، بقى يديني الحاجه بطاقه ثلاثه. انت منين يا كريمه يا شيخ؟ انا من بولاق. من بولاق؟ وكنت بتاخدي الحاجه يعني دي شغلتك الاساسيه؟ لا مش شغلتي، اما لقيت ابني بس تعب ومش عارفه ان انا اكل نفسي ولا اكل عيالي. فقلت اجيب حاجات وابيعها. معرفش يا ست. معرفش يا ست. كنت بتبيعي وبتسددي ولا لا؟ انا يعني ولا في الاول كنت بتسددي وبعدين يعني سددت مرتين بس. وجيت ان انا ايه مثلا اساله الحاجه دي كنت بتديها لي غاليه قوي، قال لي ما هو كده هو السعر الحاجه كده غاليه، بقول له بس انا ببيعها رخيصه وهو عارف ان انا ببيعها. قال لي هي سعرها كده. طب ليه كنت بتعملي كده طالما انت خسرانه؟ يعني حد ياخد حاجه غاليه ويبيعها حاجه رخيصه؟ طب ما انا هجيب منين؟ ما فكرتيش تشتغلي اي شغله ثانيه شريفه مثلا؟ العيال كتيره ولو اشتغلت هشتغل بجيب 10 جنيه هتكفي العلاج ولا هتكفي العيال اللي معايا. واخده احكام قد ايه؟ واخده 8 سنين. قضيتي منهم قد ايه؟ قضيت سنتين ونص. سنتين ونص. عارفه المبلغ اللي عليكي كام؟ لا. طب مين اللي يعرف؟ في واحده يعني بنت خالتي، هي دي عارفه الناس وعارفه هي اللي بتجري لي يعني في الموضوع. طب ولادك بيجوا لك السجن يعني؟ اولادي في مؤسسه. احداث؟ ليه؟ ما انا مفيش حد بره من الدوم ده. طب جوزك فين؟ سايبهم برضه، هو سايبنا احنا كلنا. وده ابنك قاعد معاكي في السجن هنا؟ والده هنا. والده هنا في السجن؟ بقاله قد ايه هناك؟ بقاله كده سنه وسبع شهور، هو عنده سنه وسبع شهور. سنه وسبع شهور؟ ايوه. طب ده لما يجي السن ويسيبك هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ راضيه بنصيب ربنا. طب هي بتطمني عليهم؟ بيجيبوا لي هنا كل شهر، بيجوا لي هنا. بيجوا لي؟ اوضحهم ايه في الاحداث؟ حلوين بس طبعا وانا مش جنبيهم هو ده الوحش. بس الحياه صعبه اظن انك انت تحسي انك انت في السجن وهم في الاحداث. هل الموضوع كله كان يستاهل يعني انك تعملي كده؟ هو ما يستاهلش، بس عيالي كانت اهم حاجه عندي وان انا ما اعملش حاجه غلط. يعني عندي ان انا اتحبس بس ما عملتش حاجه غلط. انت لقيتي نفسك ممكن تعملي حاجه غلط؟ بس بقيت اجيب حاجات احسن ان انا اصرف بيهم على العيال وعلى ابني. ابني كبير مش صغير، ابني عنده 14 سنه ومرمي في الشارع دلوقتي ما اعرفش عنه اي حاجه. في الشارع ولا بالاحداث؟ لا مرمي في الشارع ما اعرفش عنه حاجه. ما بشوفوش بقالي سنتين ونص. ولا تعرفي هو فين؟ اسمه ايه؟ اسمه اسلام. طب كلميه. يا ريت يا ريت يشوفني. قولي له عايزه ايه؟ يا ريت يشوفني بس وانا اشوفه. مش عاوز حاجه اكتر من كده ان انا اشوفه وهضمهم في صدري تاني، مش عاوز حاجه. حتى لو هموت بس اضم عيالي تاني في صدري. مش عاوز حاجه اكتر من كده. ربنا كريم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله قادر على كل شيء واحنا هنحاول نعمل علينا وبقى على ربنا ونشوف اللي عليك قد ايه انت مش عارفه وربنا يعني في خير ان شاء الله. Thank you.
القصة الإنسانية اللي حبيت أقدمها النهاردة لسجلات الفقر. سجلات الفقر جوه كتير، مش بس في سجن القناطر، في سجن القناطر وسجون أخرى كثيرة في مصر. يا ريت لو نقدر نفعل مفهوم الزكاة والصدقات ونطلعه لسجنات الفقر، يا ريت نقدر نساهم في الإفراج عنهم، ده هيبقى ليه ثواب كبير جدا عند ربنا، وأيضا هو ده اللي بيخلق حالة التكافل الاجتماعي في المجتمع. إن إحنا فك رقبة، إن إحنا نحل هذه الرقبة من السجن اللي هي ممنوعة فيه من حريتها. دول كلهم ضحايا الفقر، ضحايا نظام سابق. ياريت نقدر نساعدهم، ودي بداية بنبدأها من خلال واحد من الناس عشان خاطر إفراج عن سجنات الفقر. وإن شاء الله بإذن الله هنستمر في حملتنا بالاشتراك مع المجتمع المدني، لعل وعسى يجي اليوم اللي نكون فيه أفرجنا عن جميع السجنات، الغلابة، الفقيرات اللي دخلوا مش بتهم جنائية، لكن دخلوا بس عشان خاطر ستروا أولادهم. أنا حبيت أقدم لكم هذه النماذج من داخل سجن القناطر. أشكركم جدا.